أحبتي طلاب الصف الثامن، خلال هذا المقطع المصور سوف أقدم لكم تفصيلاً بسيطاً لما سوف نقوم به خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الثاني، إذ إننا سوف نبدأ بسورة الكهف والتي تعد من السور المكية والتي سميت بذلك نسبة إلى قصة أصحاب الكهف التي وردت فيها. سوف نتعرف خلال هذه الحصة إلى معاني المفردات والتراكيب للآيات المقررة، وسوف يقرأ الطالب الآيات ويتدبر معانيها، ثم سوف يتعرف إلى أحداث قصة أهل الكهف وكيف عاش الفتية في بلدة كان أهلها يعبدون آلهة من دون الله تعالى، فتركوا ما كان عليه قومهم من عبادة غير الله، وحاول قومهم أن يردوهم عن دينهم، ففروا إلى كهف خارج بلدتهم حفاظاً على دينهم وأنفسهم. وبذلك تناولت هذه الآيات الكريمة سورة الكهف وأحداث سورة الكهف وقصة الكهف. كانت موضوعات الآيات الكريمة تتمحور حول عدة مواضيع، منها لجوء الفتية إلى الكهف، كذلك عناية الله تعالى بالفتية داخل الكهف، بالإضافة إلى الثبات على الإيمان والتحذير من عبادة غير الله تعالى. فلجوء الفتية إلى الكهف يخاطب به الله سبحانه وتعالى نبيه في بدايات الآية الكريمة، ويخبره بأن قصة أصحاب الكهف وما فيها من دلائل على عظمة الله تعالى وقدرته ليست المظهر الوحيد الدال على عظمته سبحانه وتعالى. ففي الكون الكثير الكثير من المظاهر العجيبة الدالة على عظمة الله وقدرته التي لا حد لها، كخلق السماوات والأرض وغيرها. تبدأ القصة بالإخبار عن هؤلاء الشباب المؤمنين الذين أخذوا بالأسباب ليحفظوا أنفسهم من أعدائهم، حيث لجأوا إلى الكهف فراراً بدينهم، ثم توجهوا إلى الله تعالى بالدعاء بأن يرحمهم ويغفر لهم ذنوبهم وينجيهم من أعدائهم وأن يهديهم إلى طريق السداد والرشاد. بعد ذلك نتحدث عن عناية الله تعالى بالفتية داخل الكهف، إذ إنهم لجأوا إلى الكهف وضرب الله عز وجل على آذانهم فناموا نوماً طويلاً، ومع أن أسماعهم كانت صحيحة سليمة إلا أن الله تعالى بقدرته حال بينهم وبين أن يسمعوا شيئاً يوقظهم من نومهم الذي مكثوا فيه سنين عديدة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهي إثبات قدرة الله عز وجل على البعث. أما بالنسبة لما يبينه أو تبينه الآيات الكريمة التي تتحدث عن ثبات أهل الكهف على الإيمان والتحذير من عبادة غير الله سبحانه وتعالى، إذ إن هذه الآيات تؤكد وتبين أن قصة أصحاب الكهف واقعية ليس فيها شيء من الخيال، فهم شباب مؤمنون صدقوا في إيمانهم، عملوا بطاعة الله، ثبتوا في وجه الطغيان، فكان توفيقا لهم بأن الله سبحانه وتعالى زاد من إيمانهم وهداهم وثبتهم وثبت قلوبهم على الإيمان ليتحملوا ما سيلاقونه من أذى في سبيله، إن الله سبحانه وتعالى قال: وربطنا على قلوبهم. والربط على القلب هو تثبيت من الله تعالى للمؤمنين على الإيمان، وورد ذلك في قوله تعالى في تثبيت أم سيدنا موسى. وفي نهاية هذا الدرس على الطالب أن يستزيد بالمعلومات ويتعرف أن هناك الكثير من اليهود في المدينة المنورة أمروا طلبوا من الأحبار بأن يسألوا النبي عن ثلاثة مسائل كانت عن أصحاب الكهف وعن الروح
وعن أمر رجل جاب مشرق الأرض ومغربها وأجاب فهو نبي مرسل. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا الأسبوع الأول من مادة التربية الإسلامية للصف الثامن بالتوفيق.